أهلا بكم في نشرة أخبار الرياضة الموجزة من العراقية الرياضية، نبدأها بالتفاصيل. يواصل فريق القوى الجوية تدريباته في مدينة جدة استعدادا لمواجهة الاتحاد السعودي في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا يوم غد، ويتصدر ممثل العراق الوحيد ترتيب فرق المجموعة الثالثة بأربع نقاط، فيما يأتي اتحاد جدة في الوصافة بثلاث نقاط مباراة واحدة بعد تأجيل مباراته أمام إسباهان الإيرانية الثالث بنقطة واحدة، ويحل الأوزبكي رابعا دون نقاط. بعثت فريق نادي القوة الجوية إلى جدة في المملكة العربية السعودية، والآن تجري الوحدة التدريبية الأولى استعدادا للقاء الذي سيجري يوم 23/10 أمام نادي الاتحاد السعودي. زرنا كإدارة زرنا الفريق اليوم في هذه الوحدة التدريبية، الحمد لله يعني الفريق يتمتع بمعنويات عالية، والتحقوا لاعبي المنتخب الوطني بالفريق هذا اليوم. الحمد لله يعني الفريق وضعه جيد جدا، والكادر التدريبي يعني دا ينطي تمارين مهمة، لأنه مثل ما معروف كل مباراة لها ظروفها. الحمد لله والشكر يعني الإقامة مع الفريق متميزة، الملعب التدريب أيضا دا يجري عليه التمرين حاليا، يعني ملعب ممتاز الحمد لله والشكر. يعني نوع جمهورنا مثل ما ذكر بعض اللاعبين والكادر التدريبي أنه يحققون النتيجة المرجوة أمام نادي الاتحاد السعودي حتى نتمكن من الانتقال إلى المرحلة الثانية في هذه البطولة. الحمد لله اليوم وصلنا وأتممنا الوحدة التدريبية، الحمد لله والشكر. اليوم كل شيء جرى على ما يرام، الفريق أدى مهامة بصورة ممتازة خصوصا بالحصة التدريبية اليوم، على الرغم من التعب والسفر لكن اللاعبين اجتهدوا وقدموا كل ما عندهم. كانت عندنا حصة تكتيكية قدرنا من خلالها انه نرسم الخطوط العريضة للفريق، وايضا شلون راح نلعب مع فريق الاتحاد اللي يعتبر من الفرق الصعبة جدا ملعبهم، لكن بوجود الشباب اللي صراحة أكثر مباراة قدروا أنه يثبتون نفسهم ويقدمون عطاء كبير، أنه قدم مباراة طيبة تليق باسم القوة الجوية وأيضا باسم الكرة العراقية. دائما إن شاء الله نكون إحنا نمثل العراق خير تمثيل، ولاعبين إن شاء الله يكونوا على قدر المسؤولية، وشكرا لجماهيرنا اللي صراحة دائما هي موجودة ويانا حتى بمباراة السعودية طلعت باصات، وهذا الشيء حفزنا احنا ككادر تدريب وايضا يحفز اللاعبين اللي يحس انه اكو ناس وجمهور وراء بكل مكان. يعرف انه تحضيرات الفرق العراقيه يعني ما مناسبه للحدث، لانه الدوري متوقف، ويعني الفريق دائما يلعب مباراه يبتعد تقريبا شهر او 20 يوم عن المنافسات. المباراه الوديه اكيد متوسك للجاهزية التامة، لكن هذا الشيء ما يعني مو عذر بالنسبة لنا احنا مثل نادي قوة جوية مثل العراق بهالمباراة. اتمنى انه نكون مركزين على المباراة ان شاء الله ونكسب نتيجة طيبة ان شاء الله. اليوم اول يوم احنا بالسعودية، اكتمل عدد اللاعبين مع لاعبين المنتخب اللي كانوا بالوفد امام مباراة الاردن. اكيد اليوم فريقنا جاهز وبتم الاستعداد، وان شاء الله راح تكون مباراه ممتازه لنا كلاعبين وتقديم مستوى يليق. اعلن الجهاز الفني لفريق الزوراء ان حارس مرماه الدولي جلال حسن اصبح جاهزا لتمثيل الكتيبه البيضاء في المباراه المقبله امام النجم اللبناني. وشارك قائد منتخبنا الوطني الزوراء في تدريبات فريقه بالملاعب الفرعية بمدينة البصرة الرياضية بعد مدة من التأهيل البدني إثر إصابته في تدريبات أسود الرافدين بتجمع الأردن الذي غاب عن مواجهاته الرسمية بالبطولة الرباعية أمام قطر والأردن. ويحتل الزوراء الترتيب الثالث بالمجموعة الثالثة بكأس الاتحاد الآسيوي بنقطة واحدة خلف المتصدر الرفاع البحريني ووصيفه العربي الكويتي، ولكل منهما أربع نقاط.
أكد رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال أن ملعب البصرة الدولي جاهز لاحتضان مباريات منتخبنا الوطني في منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم. وكشف درجال عن تشكيل لجنة تحضيرية لمباراة منتخبنا الوطني ونظيره الإندونيسي التي من المؤمل إقامتها في 16 من الشهر المقبل. وأضاف درجال أن محافظة البصرة ووزارة الشباب والرياضة أشرفتا على إعادة تأهيل الملعب وتجهيزه بشكل كامل، وسوف يتم الإطلاع على آخر التحضيرات والتأكد من توفير مولدات الكهرباء وباقي المتطلبات الأخرى. دشن الاتحاد العراقي لكرة القدم دوري المحترفين للمرة الأولى في العراق، والذي حمل اسم دوري نجوم العراق الموسم 2023-2024. أرشد العطار معه التفاصيل. صفحة جديدة بتاريخ كرتنا تفتح بحفل إعلاني بدء الموسم الجديد للمسابقة المحلية الأغلى التي أصبح اسمها دوري نجوم العراق، عنوانا سيبقى تعريفيا لدور المحترفين للموسم 2023-2024 الذي ستكون جولته الأولى في 26 من الشهر الجاري. شعار جديد لدورنا يعكس النقلة النوعية التي يطمح اتحاد الكرة والجماهير أن يعيشها دور المحترفين من أجل تطور أمثل نبحث عنه منذ سنين، إضافة إلى أن الموسم القادم سيشهد تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد فار من أجل الوصول إلى العدالة الكروية وتقليل نسبة الأخطاء التي عانت منه مسابقاتنا لسنين طويلة. تقنيا نحن مقبلون على طفرة في التنظيم إن التزم الجميع فيما وضعته لا ليغا من خطط لدورنا، أما فنيا فالأمر سيحتاج إلى المزيد من الوقت. العراقية الرياضية أرشد العطار. حقق الشرطة فوزه الأول بتجاربه الودية على حساب الكرخ بهدفين لواحد في ملعب الراحل أحمد راضي بالعاصمة بغداد ضمن تحضيرات الفريقين للمشاركة بدوري المحترفين. وضع حسين علي الشرطة في المقدمة، وتمكن عمر نوري من إدراك التعادل للكرخ قبل أن يقتنص البديل محمد داود الهدف الثاني للضيوف، ويعد الانتصار هو الأول للشرطة في مبارياته الودية بعد سلسلة من التعادلات مع هزيمة وحيدة أمام نوروز. وقاد الشرطة المدرب المساعد حسين عبد الواحد خلفا للمستقيل أحمد صلاح، كما تواجد المدرب التونسي شهاب في المدرجات تمهيدا بتقديمة بشكل رسمي في النسخة الأولى من دوري المحترفين. تغلب زاخو على ضيفه إدهوك بهدفين لهدف واحد بالمباراة الودية التي جرت في ملعب زاخو الدولي. تأتي هذه المباراة ضمن تحضيرات الفريقين للمشاركة في دوري نجوم العراق بنسخته الأولى، ونجح المحترف البرازيلي جوستافو في تسجيل ثنائية أصحاب الأرض وتحقيق الانتصار المعنوي قبل انطلاق المشوار المحلي. يذكر أن زاخو نجح في تحقيق 4 انتصارات خلال مبارياته الودية تحت قيادة مديره الفني القطري طلال البلوشي. أعلن نادي زاخو جاهزية ملعبه لاستضافة مبارياته في دوري المحترفين بالموسم الجديد. وذكر زاخو في بيان له أن ملعبه جاهز لاحتضان مباريات أبناء الخابور بالدوري، وأنه تم تأهيل الملعب خلال المدة الماضية وزراعته بالبذور وفق مواصفات عالمية مع إظهار جميع مرافقه بأفضل صورة. يذكر أن دوري المحترفين سيفتقد ملاعب الشعب والمدينة وكربلاء في الجولات الأولى من الدوري نظرا لاستمرار أعمال الصيانة والتجديد من قبل وزارة الشباب والرياضة. أكد رئيس الهيئة الإدارية لنادي الجيش حسن فرحان أن الهيئة الإدارية الجديدة عازمة على تطوير كل المنشآت الخاصة بالنادي، كون نادي الجيش يعتبر أولمبية مصغرة.
يعني هذا من صلب واجبنا كإدارة ونادي الجيش، يجب أن يكون إلى شأن كما كان في سابق عهده. نادي الجيش عبارة عن لجنة أولمبية مصغرة، يجب أنه نهتم بالمنشآت الرياضية أولا، يعني من خلال عملنا السابق والحالي مع الفرق الرياضية ونادي الجيش. فيجب أن نادي الجيش يأخذ وضعه الطبيعي في كل المجالات، سواء على مستوى كرة القدم أو كرة اليد أو الألعاب القوى وألعاب أخرى، لأنه مثل ما قلت لك نادي الجيش عبارة عن أولمبية مصغرة يمتاز بعدد اللعبات الكثيرة اللي بها أبطالنا هم أبطال العراق. فاهتمام بالمنشآت هو أساس البناء وأساس العمل اللي نقدر من خلاله نستطيع أنه نوفر لفرقنا الرياضية ما يؤهله لتحقيق البطولات والإنجازات الكروية. انتهى الموجز، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.